اول حاجه هو انا محتوايا برضو متنوع، يعني برضو مش بس بتكلم عن الدين، انا ناس كتير بتطلب مني مثلا اني اتكلم عن مواضيع مختلفه في الدين، في مثلا العلوم المختلفه بيطلبوا مني ارائي مثلا. انا مش بطلع مثلا اقول ايه انا جويريه قلت كذا، لا ده انا بيطلبوا مني بيطلبوا رايي مثلا في مواضيع معينه، وعلى موضوع التاهيل ولا مش عارفه ايه. انا فعلا في فيديوهاتي بقول، حتى لقراءتي القران انا بقول انا ما درستش تجويد لسه. طبعا انا نفسي جدا ادرس تجويد وادرس علم القران، علم جميل جدا، وبقول ان انا مش مؤهله وعمري ما طلعت وقلت كده. فكل اللي بعمله ان انا دي ارائي الشخصيه فعلا، اكيد ما حدش بيقول رايه في الدين، انا اسفه اكيد مش هقول حاجه زي كده، انما مثلا بتكون وجهه نظري على زي ما حضرتك قلتي ان تصحيح مثلا لحاجات غلط في المجتمع. ناس كتير بتكون رايحه ناس كتير بتكون رايحه في حته مثلا، فاحنا بنحاول برده كصناع محتوى ان احنا نوجه الناس للطريق الصح، مش بنقول ان احنا مثلا ايه تنظير بقى، ولا احنا خلاص بقى ناس، ولا ما بقولش ان انا مؤهله كليا، انما في الاول في الاخر يعني هي بتبقى بس اراء بس زي ما انت قلتي يعني.